هو المسؤولية ولكن نقول لك ولا دوزو هما وشوف واخا لا دوزو غنحيدو بالقانون والقانون غنبقاو نتشارو مع 5 سنين تيكمل الولاية ديالو شوف وعلاش القانون ما يصرفناش اليوم اجي نسولك هذا السؤال قول لي ها هو اليوم محكمة جاو طلبوا مهلة اش قالت لهم عطاتهم ديال عطاهم حتى لقدام بلاتي ها هو المحكمة واقفة معاك وهي المحكمة معانا وانت الله يجازيك بخير وقفتي بلاتي اسمع لي علاش ما يتسدش هذا المكتب حتى لقدام عطاه ما عنديش هذيك السلطة واسمع لي السلطة اسمع لي يا سي هشام انت راه تدير السياسة وفاهم السياسة أكثر منا حنا أنا أجي بغيت غير حاجة واحدة أنا قلت لكم ما غاديش نبيعو ونشري ماشي ديالكم لا لا أنت أصلا ما شريتيناش احنا اللي صوتنا عليك حبا وشنا هو وقلت لكم راه واخا يعطيونا جماعة اخرى يكبد هادشي اللي ياك الوعد بقينا ليه ما تخافوش سي شاهي عادي نشوف وشوف هادي كل مسار حتى حنا غنبقاو معاك حتى الاخير الله حنا غنبقى معاك سي شاهي شوف راه درس عطيتوه اليوم مرحبا اليوم الدرس عطيتوه مرحبا باختصار اجالين امين اشوف باختصار بالنسبه لنا اليوم هو الفائز هو هذا شي هذا هو اللي يربح اليوم شوف وشوف وهذا هو اللي عطى درس اليوم انه جاء دافع على حقه وملي القضية ولا فيها السلامة ديال الناس ها هو اليوم قال لهم انا ما سوقيش السلامة احسن من كل شيء راه مرة خشتوها خرجت في الامبيلونس اش بغيتونا نتسناو مرة اخرى طيح نصور حنا غادي نشوفوها هذيك السيدة هذيك السيدة ضربها مسؤول ايه عاون السلطة وغدا غادي تمشي تدعي حيت هي مرأة غادي تكون غدا شكاية هذاك الشيء اللي كاين صافي وشوف حنا نقول لك واحد الحاجة راه ما غاديش نهبطوا يدينا والوعد اللي عطينا للسكينة اننا ما غاديش نتخلاو عليهم وكرئيس ديال الحزب راه عطاني ميساج اللي وصلته للناس انه ما غاديش يتخلى عليهم وغادي يبقى يساندهم غدا ابتدائيا وفي السيناف ولا في النقد المهم حقهم غادي يرجع وهاد السكينه اللي صوتات غدا الاراده ديالها هي اللي غتلقى هنا في هاد الجماعه سي هشام واش مره غتجي لا ماشي مره غنبقى نجي ديما كنوعدناش شوف واخا شفنا واحد التفاعل يعني غريب مع السكينه واخا علاش حيت الوعد ديالنا ما مره ما تخلينا عليه حيت قلنا لهم راه ما غاديش نتبادلوا بكم ما تبادلناش بهم راه عطاونا جماعات باش نتخلوا باش ناخذوا هاد الجماعه نتخلوا على جماعات اخرين وما درناهمش الشيخ المنسق اقليمي هي اللي كاينه انا كنلتزم قرارات الحزب قال لك نمتثلوا القرارات ديالو انا نمتثل القرارات حنا ما عرفناش يعني شو القائد خاصو يكون محايد القائد ماشي محايد مع حزب الاستقلال باغي ياخذ لي انا الكونفوكاسيون مش من حق خداها لي انا وعطاها للاخرين اللي ما ناجحينش والقانون كيقول اصغرهم سنا والقائد كيقول لك اكبرهم سنا يعني حسن السكينه يعني كيستغربوا حتى السكينه كيستغربوا كيقول لك كاينين 32 كاينين 32 السبب هو اللي خاصنا نسولوا القائد شنو هو السبب حنا كنحاسبوا القائد على هذا السبب كله وكنحاسبوا القائد على هذا الشيء كله هو اللي كيديروا هذا القائد القائد هو المزور الكبير في هذه القضيه كامله كنحاسبوا القائد وحنا ما كنطالبوش بالقائد دابا كنطالبوا بالعامل اللي حضر حيت القائد غير ممثل ديالو حنا ممثل ديال السكينه بلاتي واحد بالمناسبه انت كفتاه الجو السياسي على مستوى بني خليفة المشاركة ديك السياسية هاد السنة اشنو بالك بني خليفة بلطجية بسبب القيد بسبب القيد هو اللي دار هاد البلطجية واول مرة في التاريخ غتسجل جماعة ترابية لويزية بني خليفة غتسجل هاد البلطجية اللي دارها سعادة القيد رشيد بقاني لا اول مشاركة ديك السياسية اول مشاركة ليا اش من حزب
التجمع الوطني الأحرار. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.